السلام عليكم خواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله خواتاتي غنشارك معكم هاد الفطائر بالمفاتير المطاي مزيان، غير تابعوني وغتشوفوا الطريقه ان شاء الله وتحصلوا على طريقه زوينه وناجحه 100%. عليكم غير تخليوا لي لايك واركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا لكم اخواتاتي على التعاليق اللي تخليو ليا واي واحد ضمن قناتي، شكرا لكم بزاف. بسم الله على بركه الله نوريكم وندوز المكون. فنين 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 فن، ها هو الشكلاط شتو تيجيو زوينين ديال الشكلاط. وهادوك ديال الطون حد لا نشوبه، نتوما غتشوفوها معايا ولا الطون ولا اللي عندكم متوفر. المهم نتوما المهم غنوريكم الطريقه، نتوما الاختيار ليكم، الحشوه اللي ارتاحيتوا ليها عمروها بها راهم تيجيو زوينين. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرهم. بسم الله على بركه الله. بسم الله خواتاتي، غنبدا معكم بهاد المقادير ديال هادو الفطائر اللي شوهم تيجيو رائعين. ها هو عندي المغالي، المغالي طيب مزيان، عندي الكاس الاولاني تيجيو غزالين، غير تبعوا الخطوات ان شاء الله. المهم انا درت الكاس الاول ديال الدقيق وغادي نبقى نخلط بشويه بشويه على حسب هذاك الدقيق تيطلع تيطلق لنا واحد النشويات هما اللي تيخليو السر ديال هذوك الفطائر كيفاش يجيو. راكم شفتوهم ومازال غتجربوهم ان شاء الله وغادي تشكروني عليهم، تيجيو غزالين. معلقه ولا عود ديال الخشب ولا اللي المهم بحالكم. صافي بعد ما غنزيد الكاس الثاني، نتوما البنات الكاس الثاني، وغنخلط الثاني حتى تجمع ليا هاد الخليط مزيان، تتنقص حتى الحراره ديالتو ما تتبقاش بقاش هذاك المسخون. حدنا حنا تنخلطو حتى نضربو الماء تي العجين تيبرد لينا. دابا غنديرو المكونات، عندي 20 غرام ديال الخميرة الفورية، عبرو نتوما قيمت معلقة، عندي معلقة ديال السنيدة حتى هي 20 غرام، اللي ما عندوش الميزان يدير غير بالمعلقة. أنا نعطيكم غير بالمعلقة وبالكاس، كاين اللي ما تيتوفرش على الميزان. الملح على حسب الذوق، هيا شتوها غنديرها هنا في الجنب. كاس ديال الما دافي عادي غنزيدو ديال الما. صافي غنخدم هاد المكونات مزيان حتى تذوب ليا الخميره. صافي دابا هنا خلطت هادو شويه، غنزيد الكاس الثالث. ركزوا معايا البنات، الكاس الثالث حتى هو غادي ندير بحال هكا. غنزيد البنات الكاس الرابع، عطيتكم غير بالكاس باش يجيكم ساهل، حتى اللي بغى ينقص الكميه ولا اللي بغى يزيدها. المهم المقادير راه بدون حليب بدون زبده بدون بيض، وغادي يجيكم غزال وتحصلوا على النتيجه زوينه ان شاء الله. في هذه المرحله غنزيد الكاس الخامس. صافي غنشوف العجينه واش خاصه ولا ما خاصهاش. المهم انتم معايا البنات، غير شجعوني ولي لايك البنات، بارطاجيو مع العائله والاحباب، شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر. الله يجزيكم بخير وغتحصلوا على النتيجه زوينه وترضيكم البنات المبتدئات. غنزيد واحد المعلقه البنات تاع الفورص، ننزل بها هاد السوائد اللي في يدي ونجمع العجينه مزيان. صافي بعد ما جمعتها هنايا 5 المعالق ديال الزيت هي اللي غنجمع بها العجينه ديالتي. صافي بحال هكا تدخل بسهوله هاد الزيت، نخليه هو الاخر تيدخل بسهوله بحال هكا ندخلو. صافي غنبقى ندير لها بحال هكا حتى يدخل الزيت وتولي نيله. ها هي دخلت بسهوله داك الزيت، وغنغطيها بالبلاستيكه وندير عليها واحد الزيف ونخليها حتى تضعف الحجم ديالها، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله بحول الله. اخواتاتي ها هو اختامر،
صافي ديرو كويرات شو داك الزيت هو اللي تيخليه نيم نولبو بلا حتى حاجه شتو هانتوما صغيورين دوكا غنستمر تنكملهم كلهم صافي بعد ما كوات الكويرات على هذا الشكل غنغطيهم بالزيت ونخليهم حدايا ونوريكم المكونات باش غادي نعمر هاد السيجار هنا خواتاتي غندير هاد الانشوبه هي تتبع بحالكم علبه الا ما متوفرتوش عليها ماشي بشرط ديروها ديروا غير الطون حتى هو راه زوين المهم انا عجبتني هذه مجرباها وجاتني زوينه غنديرها وهنا عندي الشكلاط نوتيلا نتوما اللي عندكم الشكلاط ديال الكرواسه داك الشكلاط عصيه ديرو انا غندير غير الشكلاط نوتيلا غندير فطائر مالحين وفطائر حلوين وانتوما ديروهم باش معجبوكم انا نوريكم غنعاون بواحد شويه الدقيق على حسب باش ما تلصقش ليا بقى ماشيه بها بحالكم حتى نعرضها بحالكم العجينه تكون رقيقه مزيان صافي غنصبق هذه ديال الشكلاط عندنا البرد الشكلاط جمد نجيبه هنايا غندير ليه بحال هكا شفتوا هانتوما ونسد ونجيب هاد الجنيبات نتمنى تكون واضحه لكم الطريقه راهم تيجيو غزالين جربوهم صافي وبحال هكا غنجيب هنا غنقرص بحال هكا باش ما يتحلوش ليا ملي نكون نقلي فيهم ما يتحلوش ليا شفتو هانتوما بحال هكا نحط البلاطو حدايا هنايا قولش لكم تيجيو رائعين غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم تيجيو غزالين شتو بحال هكا صافي دابا غنجيب هذيك الانشوبه المعلبه تاهي تنديرها بحال هكا تجي بنينه وتجي زوينه حتى الطون ديرو حتى الطون هو راه تيجي زوين صافي غندير بحال هكا نسد ونجيب هاد بحال تنضغط عليها بحال هكا المهم تنشرح لكم مزيان حيت بغيتكم باش تجربوه وينجحوا لكم مزيان كنزرب لكم ما والو هانتوما شوفوا صافي تنجيب هذا بحال هكا تنقرص وهي العجينه معنيله صافي داك القريص اللي تنقرصوها تتجمع لينا دغيا شفتوا هانتوما شتو هاي مسدوده محكمه السدان بحال هكا هاد الطريقه انا غنبقى غادي مستمره معكم نزيد واحد جوج اخرى كنسحب راسي مخدمه الكاميرا بعد ما سرحت العجينه على هاد الشكل كنجيب الشكلاط بحال هكا كافي تندير هاد سدو بسهوله زوينه العجينه كنعاود بحال هكا كنعاود بحال هكا نتوما شتو صافي تنجي لهاد هنا تنقرص مزيان كنحطها على جنب نعاود نسرح معاكم وحده اخرى شويه الفورص ما نكثروش بحال هكا بحال الطريقه غنجيب شويه
شويه هاد الانشوبه صافي. تندير بحال هكا شتو هانتوما شنو نكونو نطيبو فيهم ما يتحلوش لينا. كنجيب هادو هنايا صافي وتنبدا نبرم بحال هكا. هادو نوسعو شويه هاد بحال هكا صافي. نجيبهم هنايا نسد بحال هكا. ساهلين البنات بغيكم تجربوهم، راهم ساهلين وزوينين. نتلاقاو ان شاء الله منين بغي نطيبهم. صافي هنا خواتاتي بعد ما كملت هذا البلاطو، هذا فيه ديك الانشوبه وبلاطو اخر فيه ديال الشكلاط، غنغطيهم بجوج وندوز ندير نخليهم واحد 10 دقائق وندير الزيت يسخن ونتلاقاو ان شاء الله منين تنقلي فيه. هنا البنات درت الزيت يسخن والفطائر ديالي هما خمروا مده 10 دقائق، حطيتهم وخليتهم شتوهم ها هما صافي. والزيت راه سخنات نحس عليها البوطه. ما يتحبوش لينا يطيبو على خاطر يجيونا محمرين وزوينين. هانتوما البنات صافي، غنخليهم بحال هكا حتى يحمروا ويذهبوا مزيان. البوطه راه منقوسه، ما تجهدوش البوطه يسخن الزيت ونقصوا. صافي هنا خواتاتي هما حمارو وذهبوا والعافيه منقوسه باش يجينا الفطائر ديالنا على شكل سيجار، تيجيو رائعين. نتمنىكم تجربوهم والى عجبتكم الطريقه ان شاء الله راه ندير لكم عليهم بزاف الطرق غادي يعجبوكم ان شاء الله. غير جربوهم صافي. انا غادي نحيدهم نديروا بنفكسكس يتسقطوا ونكمل. ها انتم خواتاتي شوفوا الفقاعات راه تيجي غزال، بغيتكم تجربو ان شاء الله راه غادي يعجبكم. اخواتاتي بعد ما ساليتهم طيبتهم ساليتهم، هادو ديال الشكلاط درت ليهم حبوبات السكر سنيده وهادو خليتهم حك فيهم ديك الانشوبه. المهم هذا هو الشكل ديالهم، نتمنىكم تجربوهم راهم تيجيو زوينين. ما عليكم غير تخليو ليا لايك وتشجعوني، بارطاجيو مع العائله والاحباب، وشكرا لكم وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله دائما في الجديد.